وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندس يوسف أحمد نور، مدير إدارة الأوقاف السنية. مساء الخير وأهلا بك معنا في نشرة الثالثة. هل لك أن توضح لنا الإجراءات المصاحبة لقرار فتح المساجد لصلاة الظهر اعتبارا من يوم غد؟ الله يمسيكم الخير والنور والسرور، حياكم الله، الله يطول بعمركم. طبعا بناء على القرار الصادر من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والتوصيات الفريق الطبي الوطني لمكافحة فيروس كورونا، تقرر لله الحمد بمشيئة الله تعالى يوم غد الأحد لفتح المساجد لأداء صلاة الظهر، فتكون بذلك المساجد مفتوحة لأداء صلاتي الفجر والظهر ولله الحمد والمنة، وذلك ضمن الخطة التدريجية لفتح المساجد بمملكة البحرين، آمنين إن شاء الله بعد تحسن الأوضاع فتح بقية الصلوات بالمساجد بإذن الله تعالى. وأردت هنا حقيقة أن أنوه على أنه سوف تغلق المساجد لفرض صلاة الظهر في يوم الجمعة، أي لا صلاة جمعة في المساجد الأخرى، حيث أن شعائر إقامة صلاة الجمعة سوف تقام فقط بمركز أحمد الفاتح كما هي عليه بالطريقة الحالية. إضافة إلى ذلك، أود من هذا المنبر أن أتوجه للجمهور الكريم المواطنين والمقيمين أن يستمروا في التزامهم بالأخذ بالإجراءات الاحترازية، وذلك لتقليل الإصابات بالفيروس، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجميع. نعم. وهناك بعض الإجراءات الاحترازية الضرورية موجودة بالإنستغرام بموقع الإدارة لمن يريد أن يطلع عليها. لعل من أهم هذه الإجراءات أتلو جزء منها لأن الوقت ضيق معنا، وهو امتناع المصلي عن الحضور إلى المسجد في حال الشعور بأي من أعراض المرض، وامتناع المصلي من أصحاب الأمراض المزمنة من الحضور إلى الصلوات، كذلك التزام المصلين بالتباعد الاجتماعي بمسافة مترين بين كل مصلي، إلزام المصلين بإحضار سجادة خاصة إلى المسجد، وإلزام المصلين بلبس الكمامة داخل المسجد، وتجنب المصافحة وعدم التزاحم عند الدخول والخروج من المسجد، غسل يدين وذلك لصحة المصلين قبل وبعد الصلاة. نعم. الالتزام بأداء السنن والنوافل في البيوت، وذلك تفادي مسألة التجمعات في المساجد قدر الإمكان، ذلك حفاظا على صحة الجميع. نعم، المهندس يوسف أحمد نور مدير إدارة الأوقاف السنية، شكرا جزيلا لك.